نعم، صباح الخير كاترين. صدق. فعلا صباح الخير إليك ولدكتور نبيل. الأولى فعلا وصل المخرج شرب الخليل إلى هنا إلى قصر العدل، حيث سيمثل أمام النيابة العامة، من المفترض أن يمثل أمام القاضية ندى أسمر، وذلك في تحقيق حول الدعوة التي قام بتحريكها ضده مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في شأن صورة كان المخرج شرب الخليل قد يعني أعاد نشرها ممكن أن نقول على تويتر، وهذه الصورة اعتبرها مفتي الجمهورية اللبنانية تثير النعرات الطائفية. هنا حشد كبير من الفنانين من الممثلين من المتضامنين حضروا إلى قصر العدل للتضامن مع شرب الخليل. سوف أتوقف مع السيد جان بوجدعون، الممثل جان بوجدعون الذي هو من فريق بسمات وطن وأيضا صديق شرب الخليل، ولكنه يبدو اليوم ايضا بصفه شخصيه حضر لاعطاء رايه في هذا الشان. استاذ جان صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافيه. اليوم هيدي الدعوه شو بتعتبرها؟ ضد مين؟ ضد شرب الخليل بس مثلا؟ هيدي دعوه، اول شيء بدي وجه الشكر انه عم يكرمونا، يعني اول شيء بعد 20 سنه دعوه شيء بيضحك. على اساس شو الدعوه؟ شو في لجتة حتى نعمل دعوه؟ يعني 20 سنه شرب الخليل يدافع عن المقامات الروحيه ويدافع عن وعلمنا كيف بينربى بالبلد. نحن ربينا على الديمقراطيه وعلى التعدديه وعلى الطوائف احترامها لبعض. بعد 20 سنه معقول شرب الخليل يغير رايه؟ يعني انه شيء بيضحك، يعني انه هو مش هو مخترع، سوري، هو شغله اخذها وركبه. وبعدين مع احترامنا للطائفه السنيه، ما هي بحد ذاتها تتبرى منهم هودي اللي حكى عنهم بالصوره، يعني اللي هو جهاد النكاح. طب كيف صارت انه هلا عم تدافع عم نهاجم؟ يعني ما نحن ما اعطينا راينا بالموضوع. حط شاربل هو على تويتر صوره موجوده، طب روح يحسب اللي عامل الصوره مش اللي شاربل. يعني شيء بضحك. شكرا لك. ايضا حاول اخذ كاترين راي اكثر من شخص، اكيد بسرعه موجودين من المتضامنين هون. استاذ يوسف صباح الخير. اليوم شو جاي تقول؟ شيء يقول هاي بيضيع وقت القضاء اللبناني والقضاة اللبنانية بهيك تهمة سخيفة، وهن في عشرات ومئات الإرهابيين فلتين بالطرقات. لازم كان الأجدى يكونوا هلا عم بيحكمون، لازم يكون الأجدى بالقوى الأمنية عم تروح تبرم على الناس اللي عم بيحرضوا طائفيا مثل وزراء ونواب ومسؤولين ورؤساء بلديات، مش على شرب الخليل. جاي يقول هيك. ميرسي لك. أيضا بونجور أستاذ، حضرتك كمان اليوم شو جاي تقول بهيدي الدعوة؟ يعني أنا جاي أقول إنه الرحمة والعدل بيطرقوا الأبواب قرعا متواصلا أمام المحاكم، ما بيفتحوا لهم لا الباب ولا بيسمحوا له يفوت. هي مش من عندي، من عند خي العامي. هلا حابين نقول له يلا خينا شربي، إنه ولا يهمك، بالنهاية اللي عم يذبح واللي عم بيبيع لهم جهاد النكاح واللي عم بيسب النساء وبيقلع الناس من أرضها، هذا بدنا نشوف كيف بدنا نحكيه ديمقراطيا. أنا هذا اللي شايفه كله تجليد وكله هذه التغطيات ما لها طعمة. أنا كنت بتمنى على وزير الثقافة ووزير الإعلام واللي بيسموا حالهم زعمة بلبنان إنه على قليل يكون واحد منهم هون. نحن منا غنم، نحن الاساس وهن ماشي. ميرسي لك. ايضا يعني الفنان زين العمر حضر متضامنا الى هنا الى قصر العدل، وايضا متضامنا مع شرب الخليل ورافضا للمس يعني بالاعلاميين في اطار دعاوى يعتبرها البعض بانها مجرد كم افواه. استاذ زين صباح الخير، شو بتقول؟ بدي اقول انه بأسف انه نحن هيك صرنا، وهودي الجماعات اللي على تويتر من فنانين ومن مسؤولين، وين اللي هودي تبع جماعه شارل ابدو؟ شارل ابدو اهم من عندنا هون بلبنان، يا عيب الشوم. نحن بلد الحرف، بلد ديمقراطيه. هلا شرب الخليل هو المجرم يلي نقل عمل ريتويت لصوره محطوطه من زمان. شرب الخليل المجرم، وكل المجرمين برات الحبس، كل المجرمين فلتين وعم بيقتلوا فينا. وهيدي الراية يلي ما بتمثل الدين الإسلامي، هاي الراية المفتي الشعار بالشمال يلي بنكدله كل الاحترام قال هيدي الراية السوداء لا تمثل الدين الإسلامي.
ونحن كمان بنحبه وبنحترمه كثير، بنتمنى انه الانصاف بهيدي القصه، لانه هيدي مش مقبول. داعش رح يوصلوا علينا بكره، بيوصلوا لهون على اخواتنا وعلى نسواننا، شو ناطرين له؟ خي هذا شعب، الشعب اللبناني شعب صار كوما مبنج، عم يقتلونا. هاو الزعماء مش زعماء، انا من يوم رايح انا هيدا الشعب اللي بده يصور، بتمنى يصور على هود الزعماء يلي بيعين الشعب اللبناني وبيعين الشباب وبيعين الحريه، بيعونا. ما بقى في شيء له كرامه. بعدين هود الفنانين، معلش يا خيي، لبنان مش اوتيل، انت يا فنان مش كرمال حفله تبيع لبنان كله. تعا وقف هون، تضامن مع شرب الخليل، لانه اليوم شرب الخليل بكره غيره. مش مقبول بقى، مش مقبول، هيدا الشيء غلط وفي قله ادب. قبل شوي استعملنا كلام انه اكبر زعيم، اجا زعيم من ورا صرمية الشعب، وبعدني بقول لولا صرمية الشعب ما في ولا زعيم. روحوا انقبروا، استحيوا يا عيب الشوم عليكم وعلى كبرتكم. ثانك يو. شكرا لك. ايضا من ضمن الاشخاص الذين حضروا المخرج إليف غالي، والذي هو ايضا يعني مخرج لبرنامج ساخر، وقد يطاله يعني يوما ما هذا المقاس، لكنه ايضا يعني اليوم اتى متضامنا مع شرب الخليل وربما مع نفسه ومع كل احد يتعرض لاي مس، يمكن القول بحريه التعبير. استاذ إلي صباح الخير. صباح النور. اليوم شو جاي تقول؟ يعني بدي ارجع عيدها اللي قلتها، انه جاي اقول كلمه واحده، سلم على العيش المشترك. بس سلم على العيش المشترك. بتعتبر اليوم في خوف على العيش المشترك؟ اكيد في خوف، لما بصير في ايد واجر بالعيش المشترك اكيد في خوف. لما بصير بنرجع للغه المسيحي ومسلم وسؤال، وحتى بالتضامن لاحظيها بالتضامن، يعني طلعي بتلاقي في هذا الشيء بقى، بتاسف. شكرا لك إلي. اذا كاترين، يعني هذه لمحه يمكن القول عن الاشخاص الذين اتوا الى هنا الى قصر العدل متضامنين. سنوافيكم باي جديد فور خروج شرب الخليل. اريد ان اشير الى ان هنالك العديد من الدعاوى اليوم في قصر العدل ولشخصيات واسماء، يعني ممكن نقول بانها في موجوده في الشان العام. هنالك السيد علي عقيل خليل، وهو الذي يعني يدعي بانه سفير في منظمة الأمم المتحدة. اليوم هنالك دعوة بحقه سينظر فيها القاضي المدعي عام القاضي شربل أبو سمرة، وهذه الدعوة هي في قضية احتيال بحسب معالمنا. أيضا هنالك السيد إبراهيم أبو عياش، وأيضا هنالك دعوة في حقه في قضية احتيال. هذه هي أبرز الأجواء.